السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. أنا اليوم أخوتي في نقاط كثيرة أرجو الاستماع إليها، لأن أنا بوضحها بشكل مختصر جدا عن أعمال الرابطة، وكثير تساؤلات تحدث من الجمهور من شعب البحرين. أي واحد من شعب البحرين عنده أي تساؤل من حقه يتوجه إلى الرابطة ويسأل إلى أين تسير الأمور. أعتقد الشهادة من حقهم، ومثل ما وقف معانا شعب البحرين احنا أيضا نقف مع شعب البحرين بكل احترام وبكل ثقة، وما زلنا مادين أيدينا إلى الكل، ونشكر تعاون سواء كان من جمعيات سياسية وحقوقية ومصورين ومناضلين وأطباء. الرابطة عملت عملها مستقل. أرجو أن الجميع يعرف احنا مادين إيدنا للكل صح، بس الرابطة هدفها الأول والأخير مثل ما تفضل ابن أستاذي. وأنا في البداية أحيي صاحب هذا البيت، سلامنا إليك يا أبو حسين، كل عوائل الشهداء، إحنا نتشرف بوجودنا في بيتكم، وكنا نتمنى هذه اللحظة من زمان. طبعا هذا شرف إلينا كبير، أنت وجميع الرموز الصادقين معانا الذين خلف السجون، أنا اليوم أوصل سلامي إليك يا أبو حسين. ها هم عوائل الشهداء الآن في استضافتكم، ونحن أيضا نشكر هذه العائلة الكريمة، عائلة الأستاذ، أستاذ البصيرة الذي استضافتنا ودائما على تواصل مع الرابطة. يا أبو حسين، أبناؤك شعب البحرين ما زال لهم حضور في الساحات، تواجد بشكل كبير، مؤمنين بقضيتهم، لن يتراجع هذا الشعب البحرين الوفي للوراء، لأنه صادق مع قياداته، صادق ومؤمن بقضيته. هذا النظام يجب على أن يفهم هذه الرسالة جيدا. شعب البحرين ما قدم من تضحيات جسيمة، لن يتراجع. شعب البحرين ما زال مستمر حتى تحقيق المطالب العادلة. بالنسبة إلى نحن كعوائل شهداء، عوائل الشهداء احنا ما زلنا مع الشعب، لكن احنا الاول والاخير لا نفرض ارادتنا على الشعب، احنا مسؤولين عن قضيتنا اي الدماء، همنا مشترك واحد وقضيتنا واحدة ولن نتراجع فيها. الرابطة ما زالت تعمل بشكل مستقل، لها كوادرها الخاصة ما زالوا يعملون من محامين، وما زالت قضيتنا قضية واحدة، يدنا في يد الجميع، وما زالت ممدودة، ونقبل أي تعاون سواء كان من جمعية سياسية أو حقوقية، إحنا نمد يدنا إلى الجميع، لكن لا نفرض إرادتنا على الكل، كما لا أحد يتبنى قضية الشهداء من أي جمعية سياسية أو تيار. قضيتنا بشكل إتمنا الأول والأخير إحنا كعوائل شهداء. بالنسبة إلى شعب البحرين، احنا ما زالت قضيتنا مشتركة بينهم، احنا نطالب بحقوق، لكن احنا قضيتنا همنا الاول والاخير ان هؤلاء المجرمين القتلة لن يفلتوا من العقاب هذه المرة. اذا النظام البحريني حماهم وتستر عليهم ولن يقدمهم للعدالة، احنا ايضا ما زالت القضية ما زالت برا في القضاء الخارجي، لأن القضاء البحريني غير عادل، القضاء البحريني غير منصف، القضاء البحريني ما زال يستهدف عوائل الشهداء بالاعتقالات وبالتهديد وبالمراوغة، ونحن نعلم كما يراوغ على هذا الشعب من كذب واتفاقيات وحوار دجلي كذاب مخادع. نحن لا نفرض إرادتنا على الجمعيات السياسية، لها توجهاتها الخاصة، لكن الشعب البحريني مؤمن بقضيته ولن يتراجع فيها. شعب البحريني الآن موقفه
موقف رجل واحد، قضية واحدة، هم مشترك واحد. بالنسبة لنا احنا كعوائل شهداء، ما زلت أكرر، مفتوحة يدينا إلى الجميع. يعني احنا نرحب بالرأي الآخر، نرحب بأي إنسان يمد يده إلينا في المساعدة، وما عندنا أي تقصير صراحة. من محامين معانا، من حقوقيين معانا، الكل متعاون معانا، جمعيات سياسية، لكن لا أحد يفرض إرادة علينا، وهذا أعتقد من حقنا، والكل متقبل هذا الشيء. أنا ما زلت مع الجمعيات السياسية على تواصل، على الحقوقية على تواصل، أيضا بالقضاء الخارجي عندي تواصل لمعلوماتكم الخاصة، ولأول مرة أقول هذا الشيء، بس في القضية هذا موجودة، أنا في عندي اتصالات الخاصة. فالكل، أنا أطمن شعب البحرين أن آباء الشهداء ليسوا ساذجين إلى هذه الدرجة، يجب أن تعرفوا آباء الشهداء ناس واثقين من أنفسهم، قدموا هذا العطاء من أجل قضية وتقرير مصير هذا الشعب. يهمهم الأول والأخير أن هذا الشعب البحريني يوصل إلى حقه، لكن آباء الشهداء ما يفرضون رأيكم عليكم يا شعب البحرين، بما أن احنا قدمنا آبائنا أبناءنا شهداء، احنا أبناءنا أبناءكم، أبناء الجميع. اليوم محمود أبو تاكي ليس باسم العائلة، باسم شعب البحرين، والابن الشهيد شقيقي علي الشيخ ليس ابن الشيخ، ابن شعب البحرين. المشيمع وكل أبناءنا الشهداء أبناء البحرين الآن، هذا لين في قلوب الجميع، همهم هم الجميع. فاطمئنوا أيها الشعب الكريم، لا أحد يستطيع يأثر على آباء الشهداء، اطمئنوا آباء الشهداء، النظام ما يقدر يطمح الآن إلى قضيتهم، قضيتهم خلاص، قضيتهم هم حاملينها ويخافون الله ومتقنين من، وأعطينا احنا الله سبحانه وتعالى عهدا منا إليكم أيها الشعب الكريم، عاهدنا الله وعاهدناكم لن نتراجع، ما زلنا نطالب بالقصاص، ما زلنا نطالب بإيصال المجرمين المعذبين والقتلة إلى القضاء، لن نتراجع عن هذا الشيء. كانت إصلاحات ما كانت إصلاحات، صار نظام ما صار نظام، هذا الأمر اطمئنوا آباء الشهداء سوف يواصلون، قضيتهم واحدة، هم مشترك واحد، لن يتراجعوا. وشكرا للجميع، وأرجو أن تفهموا هذا الشيء، وإحنا نرحب بأي اقتراح منكم، أي واحد عنده أي سؤال يتجه إلى الرابطة، الرابطة ليس إليها أي ارتباط بأي جهة سياسية، فقط مجرد تعاون مشترك وهم مشترك، صح، نطلب يدنا من يد الجميع. احنا نرحب بتيار الوفاء بأي جمعية سياسية، نرحب بها بأي جمعية حقوقية، هذا من حقها، من حقكم التساؤل، انتوا وقفتوا معانا، احنا ايضا مخلصين معاكم، وشكرا للجميع.